السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد ورجعت لكم فيديو جديد مع مشمش المشاغب. أول شيء شوفوا ما شاء الله كيف كبر، أول ما لقيته كنت أمسك على قد يدي، الحين شوفوا كيف مشمش طالع فيني. أنتوا لو تدرون ليش هو كذا مو مركز. طبعا زي ما شفتوا الفيديو اللي راح حاولت أعرفه على أولاد سكرة، وكان خايف مرة ويبخ فيهم ويحاول يبعد منهم ويحاول يهاجمهم زي ما شفتوا، ولكن اليوم تغير الوضع 180 درجة. صرت أقول يا ليتني ما عرفتهم على بعض، وفي فيديو اليوم تعرفون ليش. طبعا شوفوا كيف مش ما يبغاني أمسكه لأني بيروح يلعب معاهم، فأنا بدعيهم الحين عشان تشوفون كيف بيساوي. طبعا زي ما تشوفون هنا أولاد سكر الجميلين كلهم موجودين هنا. شوفوا كيف أول ما أفك مش إيش بيصير. شوفوا كيف بالله، شوفوا كيف يضربهم واحد واحد ويرجع يضربهم. وهذه مسكينة، هذه يعني دائما يلطمها لأنها مرة صغيرة بالنسبة لأخوانها، يعني أقوياء وكبار شوية، ولكن هذه أصغر واحدة فيهم ودائما يلطمها. شوفوا كيف دحين إذا جاء بالله، شوفوا كيف هذا اللي كان يخاف منهم وما يقرب ويبخ فيهم ويحاول يهاجمهم، شوفوا دحين صار يلطمهم واحد واحد. وهذه المسكينة أكثر واحدة تتلطم لأنها صغيرة وما تدافع عن نفسها مرة. شوفوا كيف بصراحة يا ليتني ما عرفتهم على بعض، لأن هذه كل شوية تتلطم مسكينة. شوفوا كيف هي بشويش ولد. المشكلة مش ما شاء الله كبر وصار قوي مرة. شوفوا كيف صار طويل، شوفوا وهذه أكيت وأجمل وحدة فيه، وشوفوا كيف ما شاء الله تعالي، بس خواف مرة يعني من كل شيء تخاف. المشكلة هذه أكيت وحدة فيهم، شوفوا كيف كيوت. تعالي شوفوا كيف تخاف من كل شيء، تعالي. ما تخيلني أمسكها. شوفوا الحين بلعب معاهم بهذه اللعبة لأنهم مرة يحبونها. شوفوا كيف ركزوا على مشمش. وزي ما شفتوا ما شاء الله قدهم كلهم يلعبون مع بعض، ومشمش أكثر واحد مشاغب يضربهم كلهم، وهذه المسكينة اللي تنضرب أكثر شيء. هي بس شو يا زينة.
خلاص خله خله. شفتوا كيف يستلمهم واحد واحد، يلطمهم واحد واحد، شوفوا. وهذه جت تتدخل تفرع عن اخوها، تقول فك اخوي حضش دافعه. خلاص خله 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 خله، ما يسمع الكلام مشمش، خله. شوف يضرب نفسه. صدق ما تنعطى وجه انت، شوف كيف انت سيبه، تقول تمخى شكيه وتعضه وتضربه وكل شيء وتضايقه. شوفوا يبغى يفك يدي عشان يرجع عليه، شوفوا. بعد انت مدلع لطمة، ترك اقوى منه ما شاء الله. خلاص نخشى تندي، روح هناك. يا ليلى، هذه أكثر واحدة تتلطم مسكينة. لكن ما شفتوها في وقت الأكل، بوريكم وقت الأكل كيف تتحولت. لا تغركم الكياتة والكرشة اللي معاها، وإنها كل شوية تتلطم من مشمش تقعد تصيح. إذا جاء الأكل تتحول هذه البسة، بوريكم بعد شوية. طبعا زي ما تشوفون حاطين لهم شوية دجاج من بقايا العشاء، شوفوا كيف. بس 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 بس. شوفوا شوفوا بس 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 بس. هذه بس 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 بس. أحسن مش ما يبغى ياكل. شوفوا هذه اللي بتموت جوا الحين. بس شوفوا شوفوا. تاخذ الاكل وتشرد. هذا عادي ياكلون في الصحن كل شيء تمام، بس هي لا، لازم تاخذ الاكل وتشرد. شوفوا 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 كيف الحين. في الأكل ما تتفاهم، لازم تهرب، يعني ما تقدر تاكل في نفس المكان، لازم تاخذ الأكل وتهرب بعيد. شوفوا مش ما يخلي تقرب من عند الأكل. بس تعالي هنا، بس تعالي 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 هنا. شوفوا شوفوا كيف، ها. تعالي تعالي، لازم تهرب. شو الباقي كلهم يكونوا في نفس المكان، بس هي لازم تهرب. انا دائما احط لهم الاكل في مكان معين، ولكن جبت الاكل هنا عشان اصور. وشوفوا كيف ملوا الغرفه، يبغى لي اكنس وانظف. شوف خلاص خلص، ما عاد في شيء صح. شفتوا كيف هذه على طول اول ما جاء الاكل ما تفاهمت مع احد، تاخذ القطعه اللي تبغاها وتشرد لين تخلصها وترجع تاخذ القطعه الثانيه. شبعتي خلاص. وزي ما شفتوا هذا هو كان فيديو اليوم. مثل ما شفتوا ما شاء الله مشمش خلاص صار صديقهم مره، صار يضاربهم وكل شيء تمام. طبعا هذول الاثنين اللي رضوا يجلسون شوي عشان اقدر اصور نهايه الفيديو. مشمش طلع برا الغرفه والثانيه ما تبغى تقرب، فهذول الاثنين مؤدبين بس. شاطرين. فبكذا أكون وصلت إلى نهاية فيديو اليوم معاكم، يا رب تكونوا استمتعتوا معي في هذا الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم فيديو جاي قريب. لا تنسون تضغطون زر اللايك إذا عجبكم هذا الفيديو، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم إشعار أول ما ينزل فيديو جديد، وأشوفكم إن شاء الله فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله. يلا مع السلامة. تبغى تلعب ها؟